فيديو النهاردة هو فيديو مهم لكل منشئ محتوى، عشان هنتعلم النهاردة ازاي نجيب فيديوهات او صور او مقاطع صوتية وموسيقى وتأثيرات بصرية، وازاي نعمل انترو ومقدمات احترافية، وكل ده بشكل مجاني وخالي من حقوق الطبع والنشر ومن غير رغي كتير. بقى يلا بينا نبدأ على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. ثم أما بعد، أول حاجة حابب أشكركم جدا على 10,000 مشترك اللي احنا وصلنا لهم، الحمد لله بفضل الله وبفضلكم. ولو أنت مش مشترك بقى معانا في القناة، فانزل تحت بقى على طول، دوس على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك فيديوهاتنا كل سبت واثنين وأربع الساعة 8 إن شاء الله. واعمل لايك للفيديو دوت واعمل له حفظ، لأن أنت هتحتاجه بعدين لما تيجي تنشئ قناة او لما تيجي تصنع فيديوهات لو انت بالفعل عندك قناة. هتلاقي في وصف الفيديو دوت رابط المقالة ديت اللي موجود عليها افضل 10 مواقع بتقدم لك موسيقى وصور وفيديوهات مجانية واحترافية ومعليهاش حقوق ملكية. اول موقع معانا لو جينا نتكلم من ناحية الموسيقى والتأثيرات الصوتية هو موقع اليوتيوب اوديو لايبراري. لو ضغطنا على الموقع دوت كده هيظهر لنا صفحة تحويل الروابط بالظبط 15 ثانية، بتنزل تحت كده بتلاقي 15 ثانية بيعدوا معاك وبعد كده هيفتح لك الرابط. أول ما مكتبة الملفات الصوتية الخاصة باليوتيوب تفتح معاك، هتفتح معاك بالواجهة ديت. طبعا ديت الواجهة الحديثة ولكنها ناقصة بعض المزايا، فعشان كده هنرجع لمكتبة الملفات الصوتية الكلاسيكية على الشمال اهي. بنضغط عليها كده بيرجعنا للواجهة الأساسية أو الكلاسيكية الخاصة بمكتبة الملفات الصوتية الخاصة باليوتيوب. ميزة المكتبة ديت إنها تابعة لشركة اليوتيوب، فكل اللي عليها دوت حاجات بدون حقوق ملكية وتقدر إن أنت تستخدمها على فيديوهاتك بكل سهولة، ومتقسمة لأنواع كتير وعلى حسب كاتيجوريز كتير أنت تقدر تختارها بنفسك. يعني لو أنت عايز فيديو أو موسيقى تكون مثلا سينمائية عشان تعمل مشهد سينمائي فيبقى هتختار من هنا، أو كلاسيكية عايز تعمل حاجة للأطفال، عايز تعمل حاجة موسيقى سريعة بوب مثلا أو روك أو أيا كان، موسيقى إلكترونية، فأنت تقدر تحدد كل دوت عشان يظهر لك. فإحنا مثلا نختار مثلا موسيقى للأطفال، وهنجي على الحالة المزاجية الخاصة بالموسيقى، في هنختارها مثلا مبهجة. هنيجي على الآلات مثلا، في ممكن نختار حاجة تكون معمولة بالبيانو، بيبقى في الالات اللي انت عايزها كلها. في بعد كده المدة بقى بتاعت الموسيقى اللي انت عايزها، ممكن تختار المدة وممكن تسيبها كده بحيث يظهر لك كل المدة. فهو المهم ان هو فلتر لنا كده على حسب الحاجات اللي احنا عايزينها لحوالي 5 او 6 ملفات صوتية. بتبدأ ان انت تضغط هنا عشان تسمع الملف الصوتي، تمام، ايا كان الملف الصوتي ده تسمعه، ولو عجبك بتضغط على كلمة تنزيل من هنا وكذلك في الباقي. طيب بالنسبة لكلمة نصب العمل بقى، في عندنا موسيقى لا تتطلب نصب العمل اليها، وفي موسيقى بتتطلب نصب العمل اليها. فاحنا هنختار انها لا تتطلب نصب العمل اليها، لا هم نفس ال5 فيديوهات، تمام، او نفس ال5 ملفات الصوتية. انما هنا احنا ممكن نقول جميع الانواع كده ومبهجة، خلينا نقول جميع الانواع. لو احنا قلنا بقى عايزين حاجه او يجب نسب العمل اليها، يعني ايه يجب نسب العمل اليها؟ يجب نسب العمل اليها ده معناها ان انت هتحط الموسيقى عندك هتستخدمها عادي جدا، بس ببساطه هتاخد بس النص دوت كده كوبي وتحطه عندك في وصف الفيديو اللي انت استخدمت فيه الموسيقى دي، ببساطه جدا. يعني هو بس يعني انت هتقدر تستخدمه عادي، ولكن اليوتيوب بيقول لك ان انت لازم تحط الجملة ديت في الوصف عندك تحت اللي بتدي حقوق المالك حقه، تمام كده. دوت اول موقع معانا عرفنا فيه ان في موسيقى مجانية خاصة باليوتيوب. طيب في برضو تأثيرات صوتية خاصة باليوتيوب، وديت موجودة في المكتبة الكلاسيكية، لسه مش موجودة في المكتبة الجديدة الخاصة باليوتيوب، عشان كده احنا رجعنا للمكتبة الكلاسيكية دي. طيب ديت بتظهر لنا عبارة عن اصوات تأثيرات صوتية، يعني دوت صوت كده مثلا، حاجة زي لو باب بيتفتح مثلا بتاع محل بتوع القدام ممكن بيعمل الصوت دوت فانت بتستخدمه. في حاجة زي طلقات الرصاص ممكن تستخدم، او ممكن تبحث عن صوت معين انت عايزه، مثلا عايز صوت اصطدام عربية تكتب كلمة كراش، كراش يعني اصطدام، فهيجي لك هنا بقى حاجة زي كده. في اصطدامات اهي،
بلاش. تمام. ففي تأثيرات صوتية كتير لأي استخدام أنت عايزه هتلاقيها على مكتبة اليوتيوب أو على استوديو اليوتيوب الخاص بالملفات الصوتية. ودوت كده أول موقع معانا، وطبعا هو من أفضل المواقع وأبسطها وأوثقها بالنسبة لإنشاء محتوى خاص بدون حقوق ملكية. تاني موقع معانا هو الأدوبي ساوند إفكتس. أول ما هنضغط عليه هيفتح لنا الموقع دوت. الموقع دوت هو تابع لشركة أدوبي، في أصوات أو تأثيرات صوتية، ما هيش موسيقى، هي تأثيرات صوتية بتستخدم لاستخدامات معينة أثناء المونتاج. طبعا هي أدوبي حطاها عشان هي عاملة برنامج اسمه أدوبي أوديشن، فبتساعد الناس المستخدمين ليها إن هم يستعملوا الأصوات أو التأثيرات الصوتية ديت. فالتأثيرات الصوتية ديت متقسمة لأصوات معينة زي صوت حيوانات مثلا أنيمالز، ممكن تحملهم من هنا على بعض وبعد كده تشوف الصوت اللي انت محتاجه تستخدمه. في صوت كرتون، في صوت كراشز يعني اصطدامات، في صوت درونز يعني لو عايز تعمل حاجة طايرة فتعمل الصوت بتاعها. فدي التأثيرات الصوتية انت ممكن تستخدمها في الفيديوهات بتاعتك بأنواع مختلفة، حمل اللي انت محتاجه منهم. ويلا بينا على طول على الموقع الثالث. الموقع الثالث معانا وهو قناة على اليوتيوب، قناة NCS أو No Copyright Sounds. القناة دي مشهورة جدا جدا على اليوتيوب، فيها 27 مليون مشترك. ديت أكبر قناة عليها محتوى صوتي بدون حقوق ملكية، يعني تقدر إن أنت تستخدمه بسهولة جدا. لو دخلنا هنا على الفيديوهات هنلاقي فيديوهات كتيرة جدا ومشهورة جدا وأغاني مشهورة جدا، أيا كانت الأغنية اللي أنت اخترتها وعايز تسمعها أو عايز تحطها في الفيديو بتاعك. بس بتفتحها من هنا كده، وبعد ما بتفتحها من هنا على طول بتنزل على، بعد ما بتسمعها يعني وبتعجبك، بتنزل على وصف الفيديو. وصف الفيديو هنا لو ضغطنا على عرض المزيد هنلاقي كلمة فري داونلود، يعني حمل الموسيقى ديت. بنضغط عليها وبنلاقي هنا كلمة داونلود تراك. أول ما بنضغط على داونلود تراك بيتحمل معانا الموسيقى على طول، وبنقدر إن احنا نستخدمها بشكل مجاني وما فيهوش أي مشكلة. ولكن القناة دي بتطلبوا منك إن أنت تنسب العمل ليها، يعني بمعنى أصح هتيجي على الجزء دوت كده وهتاخده كوبي وتحطه في وصف الفيديو الخاص بيك. هتاخد الجزء ده كوبي وتحطه في وصف الفيديو الخاص بيك. طيب ديت كده كانت القناة الأولى من أشهر القنوات ومن أكبرها على اليوتيوب. لو رجعنا تاني بقى للقناة التانية، القناة اللي بعدها هي قناة فلوج نو كوبي رايت. لو فتحنا برضو القناة ديت بالمنظر دوت هنلاقي ان القناة دي بتحتوي على فيديوهات كتيرة ووصلت لمليون ونص مشترك، وكلها حاجات نو كوبي رايت او ما عليهاش كوبي رايت او ما عليهاش حقوق نشر. مثلا الموسيقى ديت عجبتني وعايز ان انا اشغلها، هخش تحت هنا برضو هنلاقي كلمة داونلود او فري داونلود، بنضغط عليها وبنبدأ ان احنا نحمل الموسيقى ديت عن طريق كلمة داونلود من على اليمين من هنا. وبعد ما بنحمل الموسيقى بنحطها عندنا، وفي وصف الفيديو ما ننساش من تحت كلمة اللايسنس كده، وبناخد الجزء دوت، سوري الجزء ده، تمام الجزء دوت كده بناخده وبنحطه عندنا في الوصف الفيديو اللي احنا هنستخدم فيه الموسيقى اللي احنا واخدينها من القناة ديت. كده احنا وصلنا للموقع الخامس. الموقع الخامس هي برضو قناة على اليوتيوب، ولكن القناة ديت ميزتها بقى انها معمولة لصانع المحتوى بشكل خاص. الموسيقى اللي فيها مش اي موسيقى وخلاص، لا دي موسيقى معمولة للكونتنت كرييتور او لصانعي المحتوى. جينا مثلا فتحنا موسيقى زي كده نلاقي انها موسيقى ينفع تحطها انت كباك جراوند او انت بتتكلم على الفيديو وتقدر ان انت تحطها في الخلفية. فديت بتكون موسيقى مميزة جدا ومهمة لصانع المحتوى، تقدر ان انت تحملها برضو من وصف الفيديو عن طريق كلمة فري داونلود. بتضغط هنا كده بس، وبعد كده بتضغط على الزرار دوت كده عشان تحملها، وبس كده بتتحمل معاك. وبرضو بتيجي على الوصف الخاص بالفيديو اللي انت خدته وبتاخد الجزء دوت كده وبتنسخه عندك في وصف الفيديو كنسب العمل للقناة ديت. طيب نخش بقى على الحاجة اللي بعد كده، او ثانيا الفيديوهات والموشن جرافيك والتأثيرات البصرية. ازاي اجيب فيديوهات لاستعملها داخل الفيديو بتاعي؟ عندنا اول حاجة قناة على اليوتيوب اسمها فيديو لايبرري. القناة ديت قناة مميزة جدا، عليها مناظر طبيعية، معظم اللي عليها عبارة عن مناظر طبيعية زي ما انتم شايفين كده، مناظر طبيعية كلها، سواء للبحر، سواء للسماء، سواء للشجر، سواء بالليل، سواء للشمس في الغروب والشروق. ففيديوهات جميلة جدا وكلها بكواليتي عالية، وتقدر ان انت تستخدمها بسهولة في فيديوهاتك. وكمان القناة ديت ما بتطلبش منك ان انت تنسب العمل اليها، بس فقط ان انت
تحمل الفيديو من الوصف بتاعها، ما تحملوش من اي برامج تانية خارج اليوتيوب. فبتنزل من هنا بس، هتلاقي في كلمة داونلود لينك، وبتحملها عن طريق جوجل درايف زي ما احنا شايفين، بنضغط على زرار الداونلود من فوق وبتحمل الفيديو وبتستعمله عندك في فيديوهاتك. دوت لو انت عايز مناظر طبيعية، ممكن بتستخدمها بقى اثناء ما انت بتتكلم، ممكن بتستخدمها عشان تعمل انترو او مقدمة الفيديوهات، تحط شوية كم منظر طبيعي. ديت حاجات كويسة جدا، ولكن ما هيش الاغلب اللي احنا هنستخدمها. الاغلب اللي احنا هنستخدمه هي القناة التانية الخاصة ب No Copyright Motion Graphic. No Copyright Motion Graphic ديت قناة، بص بقى الفيديوهات اللي عليها شكلها عامل ازاي. الفيديوهات اللي عليها كلها تنفع خلفية للفيديوهات بتاعك، سواء تكتب عليها، تعرض عليها صور، تحطها كنوع من، تعرض عليها اللوجو الخاص بيك كنوع من المقدمة وانترو الفيديوهات. لو شايفين كل الفيديوهات بتاعتها عبارة عن خلفيات شكلها حلو جدا، وخلفيات متحركة كده شكلها مميز جدا، تقدر ان انت تستعملها في الفيديوهات الخاصة بيك. فبس بنضغط على كلمة عرض المزيد من هنا، وبنلاقي رابط التحميل أول حاجة كده، بنفتحها على طول، بنلاقي هنا الفيديوهات اللي احنا شفناها على القناة، بنلاقيها موجودة هنا. ادي الفيديو اللي احنا اخترناه، وبتبدأ ان انت تضغط على داونلود وبتحمل معاك على طول. طيب نخش على القناة اللي بعد كده، أو الموقع اللي بعد كده. الموقع اللي بعد كده هو عبارة عن بحث اليوتيوب بكل بساطة جدا. لو احنا فتحناه كده هنلاقيه بحث اليوتيوب، كأنك انت بحثت عن كلمة نو كوبي رايت جرين سكرين، تمام؟ ولكن انا عامل له فلتر جاهز، هتلاقوه كده اول ما هتفتحوه هتلاقيه فلتر جاهز، حاجة اسمها ترخيص كرييتيف كومون. ترخيص كرييتيف كومون ديت ده ترخيص في اليوتيوب انت ذات نفسك ممكن تعمله، وانت بتنشر الفيديو بتاعك هتلاقي فيه كلمة ترخيص كرييتيف كومون. لو انت ضغطت عليها هتخلي الفيديو دوت اي حد من حقه ان هو يستخدم الفيديو الخاص بيك، ومش هيجي له حقوق طبع او نشر او حقوق ملكيه على ان الفيديو دوت خاص بيك. فالفلتر بتاع كرييتيف كومون اول ما بتختاره، ده معناه ان كل الفيديوهات اللي هتتعرض لك ديت انت تقدر تستخدمها بدون مشاكل. طيب يعني ايه جرين سكرين بقى، استفاد بيه؟ جرين سكرين ديت بتكون فيديوهات انيميتد كده، فيديوهات شكلها حلو، وفي نفس الوقت الخلفيه بتاعتها جرين سكرين، او الخلفيه بتاعتها لونها اخضر. عن طريق برنامج المونتاج انت بتقدر ان انت تشيل اللون الاخضر دوت، واللي بيبقى معاك هو الحاجه او الرسم اللي في النص او الشغل اللي في النص دوت. الشغل اللي في النص دوت بقى انت من خلاله تقدر تعمل مناظر شكلها حلو، حاجات بتطلع، كلمة سبسكرايب، كلمة اشترك في القناة، افكتات، حاجات زي المنظر دوت كده، زي اللايك، زرار اللايك دوت، زي زرار جرس الاشعارات، زي زرار انضم مثلا. في بقى تأثيرات كتير زي تأثير الجليتش دوت، التأثير الساعة بأرقام مختلفة، في تأثيرات كتير بقى جدا، ألف فيهم براحتك واكتب اللي انت عايزه، تمام؟ وعموما تقدر ان انت تستخدم بحث اليوتيوب بالطريقة اللي انا لسه قايلها لك دلوقتي، ان انت تبحث عن ايا كان فيديو انت محتاجه. ايا كان، انا عايز ابحث مثلا عن فيديو عن نجار مثلا، كتبت كلمة نجار اهي، نجار، تمام؟ انا عايز صورة نجار، تمام؟ هعمل بس فلتر كده واكتب ترخيص كرييتيف كومون، هيطلع لي فيديوهات لناس بتعمل شغل نجار، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تاخده وتشتغل عليه، تمام؟ فالترخيص كريتيف كومن او فلتر ترخيص كريتيف كومن دوت ترخيص فلتر مهم جدا عشان تحصل على فيديوهات بشكل مجاني، وتقدر تستخدمها في فيديوهاتك بكل سهولة. طيب نخش بقى على تالت حاجة معانا، وهي ازاي تحصل على صور وشعارات وايقونات عشان تستخدمها في الصور مثلا المصغرة بتاعة الفيديو، تستخدمها في الفيديو كده، تطلع مثلا صورة اي حاجة انت بتتكلم عنها، فعايز تحط صورة كده جنبك، فازاي تجيب بقى الصور ديت. في موقع مشهور جدا وقوي جدا اسمه بيكساباي. الموقع دوت اول ما بتفتحه تنتظر هنا 15 ثانية. الموقع دوت اول ما بتفتحه كده بتلاقي السيرش قدامك هنا، طبعا السيرش بيكون بالانجليزي، بتكتب الحاجة اللي انت عايزها، وليكن مثلا ان احنا خلينا في نفس ال نكتب مثلا عايز صور لشعار الفيسبوك مثلا، فاكتب فيسبوك مثلا، تمام؟ وهعمل سيرش انتر، تمام؟ هيطلع لي شريط كده في الاول، ديت حاجات مدفوعة مالناش دعوة بيها، خلينا في الحاجات المجانية اللي تحت والمرخصة. هنلاقي في صور كتير، في مثلا ديتش على الفيسبوك، هنا كلمة فيسبوك، هنا في صور كتير انت ممكن تستخدمها. طب انا عايز الشعار، انا مش عايز كل، يعني ديت صور شكلها حلو بس مش هقدر استخدمها، في الشعار اهوت موجود، في الشعار اهوت موجود. طب لا انا عايز الشعارات بس بقى، مش عايز كل الصور ديت. في عندنا بدل فلتر او بدل ايمج هنا في كلمة فيكتور جرافيكس،
فيكتور جرافيكس ديت يعني بمعنى صح الرسومات اللي هي مرسوم مش متصوره، يعني ما هيش صوره كامله، لا ده هي عباره عن لوجو او ايكون او شعار او حاجه مرسومه، تمام؟ فهتلاقي هنا ايقونات كتير للفيسبوك تقدر تستخدمها، والانستجرام والواتس والتويتر وكل اللي انت محتاجه تقدر ان انت تلاقيه هنا. طيب في برضو فيديوهات، تمام؟ في فيديوهات على الموقع ده تقدر ان انت تستخدمها، فيديو زي دوت كده انت ممكن تستخدمه في الفيديوهات الخاصة بيك، فيديو زي دوت انت تقدر تستخدمه بسهولة، هتفتح بس كده اي فيديو، مثلا الفيديو بتاع اللايك دوت تقدر تحطه عندك في فيديوهاتك بسهولة جدا، هتنزل هنا كده وهتلاقي كلمة داول فري داونلود على الجنب هنا، بتضغط عليها وبتختار الكواليتي اللي انت عايزها للفيديو، وبعد كده بتضغط على كلمة داونلود، وكذلك الصورة اول ما بتفتحها بتلاقي هنا كلمة فري داونلود، وبتحملها عادي جدا وبتستخدمها وما بيبقاش فيها اي مشاكل، وما بتحتاجش كمان ان انت تحط ناس بالعمل للموقع دوت الا لو لقيت مكتوب هنا، وغالبا بتلاقي هنا مكتوب كده فري free ونو اتريبيوشن ريكوايرد، مش مطلوب منك اي حاجه، لكن لو مكتوب هنا كوبي اند بيست اي حاجه قال لك مطلوب منك ان انت تحط حاجه في الديسكريبشن، فبتاخدها نسخ وبتحطها في وصف الفيديو الخاص بيك وبتستعملها عادي جدا. وكده كون انا شرحت لك الموقع التاسع، بقالنا بس اخر موقع، وهو لو انت عايز تعمل مقدمة لفيديوهاتك او انترو للفيديوهات احترافي زي اللي انت بتشوفه في القنوات الكبيرة، ازاي تعمله حتى لو انت ما عندكش خبرة في المونتاج، او لو مش عايز تدفع فلوس عايز حاجة مجانية. قبل ما افتح لك الموقع دوت عايزك بس ان انت تعمل هنا فيفوريت كده على الصفحة ديت وتخليها عندك، بحيث تظهر عندك في المتصفح كده فوق، تقدر ان انت ترجع للموقع دوت في اي وقت انت محتاجه عشان تدخل على المواقع ديت او على القنوات ديت وتستعملها وتحمل منها كل اللي انت محتاجه في اي وقت. فعموما احفظه عندك، ويلا بينا نخش على موقع انترو اتش دي. موقع انترو اتش دي اول ما تفتحه هيستنى بس منك 15 ثانية كده عشان يفتح معاك الموقع. هيفتح معانا موقع انترو اتش دي. الموقع دوت ميزته ان هو بيحمل لك قوالب افتر افكت او على برنامج البريمير برو، بحيث ان انت قوالب جاهزه تقدر ان انت تعدل عليها، بس يعني تحط بدل الصوره اللي موجوده في الفيديو، لا يعني انت هتجيب الصوره الخاصه بك انت. فاحنا هنيجي مثلا على افتر افكت تمبلتس، وهنروح على كلمه اوبنرز. اوبنرز ديت يعني مقدمات، فخلينا نشوف اي مقدمه، مثلا وليكن المقدمه ديت مثلا فور اكزامبل، يعني اي حاجه، تمام؟ بننزل تحت كده وبنشوف الفيديو عجبتنا المقدمه بنبدا نستعملها. خلينا نقفل الصوت، تمام؟ بتلاقي حاجه بالمنظر ده، تقدر ان انت تحط اللوجو بتاعك هنا كده، مقدمه شكلها احترافي جدا، شكلها جميل قوي، يعني تقدر ان انت تستعملها بسهوله. بس بتنزل تحت بتضغط على كلمه داونلود، وبتبدا ان انت تدخل الفيديو او الملفات اللي انت نزلتها ديت على الافتر افكت، وبتبدا ان انت تشيل كلمه لوجو ديت وبتحط اللوجو بتاعك ببساطة، يعني بأساسيات بس، اتعلم يا دوبك أساسيات الأفتر إفكت في ساعة ولا حاجة، وبعد كده تخش على طول تحمل فيديو زي دوت وتبدأ إن أنت تعدل عليه وتحط اللوجو الخاص بيك. وبكده يكون ده آخر موقع معانا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك، وتستنانا إن شاء الله الفيديو الجاي يوم السبت الساعة 8، هنشرح فيه 10 اختصارات كيبورد تتمنى لو انت كنت عارفها من زمان، هتسهل لك استخدامك جدا وانت بتتعامل مع النت او وانت بتتعامل مع الجهاز الكمبيوتر بشكل عام. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على 10,000 مشترك.